السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم اصدقائي مرة اخرى وتحياتي لكم، معكم زياد هادي الاستاذ في محل دراسات الموسيقية استاذ آلة العود في بغداد. اتمنى ان تكونون بالف خير ونكمل خطواتنا وفق تسلسل المقامات اللي نشرحها على طول واللي دائما نثبت أجناسها، واللي عرفته في الفيديو السابق بأنه كيف كانت الأصابع على آلة العود وكيف اتخذنا أنه رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، لذلك عليكم حفظها ضروري جدا. اليوم عندنا مقام آخر اللي هو مقام العجم عشيران، اللي هو فرع من مقام العجم. اللحظة أمامكم بالصورة وبالورقة. طبعا مقام عجم عشيران هو صنف قديم من مقام العجم أو أحد فروع مقام العجم، ودائما في العراق كثير يستخدم، بعض المرات يطلقون عليه أنه خلوتي، مقام الخلوتي، وكثير دائما نستخدمه في العراق أو في بعض البلدان العربية اللي هي في التكبير في العيد، يعني عندما ينتهي شهر رمضان المبارك ويبدأ العيد فيبدأ الله أكبر الله أكبر. هذه هي أو هذا هو مقام العجم عشيران، ومثل ما نشوف أمامكم فصلت لكم إياها تفصيل بالصورة، اللي هو أجناس موجودة. طبعا الجنس الأول، طبعا أنا في الصورة من الأعلى إلى الأسفل، تقدرون تنعكس الصورة بنفس الشيء، يعني تقدر تبدي أنه من السي قرار رقم واحد، سي قرار رقم واحد، سي بيمول هذا قرار من الأعلى بالعود، ثم دو السوداء اللي فيها خط، هاي رقم اثنين يعني علامة دو، ثم الري تحت الخط هذا ري، ثم الخط مي بيمول، أعيدها، سي من الأعلى على الوتر الثاني لا، سي بيمول ينخذ طبعا تاخذه بالإصبع الأول، ثم دو إصبع ثالث، ثم ري مطلق، ثم مي بيمول إصبع أول، ثم فا إصبع الثالث، ثم صول، ثم صول مطلق، ثم لا، لحظة لا طبيعي، ثم السي بيمول إصبع ثالث. طبعا هو ياخذ الجنس الأول عجم من السي، سي دو ري مي جنس أول عجم، ثم ينطلق بالجنس الثاني فا صول لا، هذا يبتدي من الصول وليس من الفا، يبتدي من الصول لا سي، هذا جنس نهاوند، لأنه من الري أمامكم إلى الصول أسفل إذا تنظرون جنس كرد، لذلك هو يحتوي على ثلاثة أجناس. أول جنس اللي هو عجم نبتدي به بالعزف، ثم من الري مي فا صول هذا جنس كرد، ثم من الصول لا سي جنس نهاوند، هذا واضح أمامكم، واللي دائما نبتدي من السي قرار. الآن أحبتي هذا آلة العود واللي راح نبدي بيها، اللي دائما هذا لا، لأن أنا ستة أوتار، لذلك أنا أمثلكم هذا هو الوتر كأنما لا، وإحنا هذا الوتر السادس، فهذا الوتر اللا، هذا اللا يبدي، هذا اللا فيبدي عندنا من بداية مباشرة، هو يبدي من السي بيمول، فيبدي عندنا السي دو ري مطلق مي بيمول فا صول لا، مباشرة يبدأ عندنا من الوتر الثاني إخواني، يبدي سي دو ري مي بيمول فا صول لا طبيعي، سي بيمول سي. Thank you.
نبتدي من السي. هذا هو السلم، وشكرا لكم ومتابعتكم، واتمنى الاشتراك في القناة والاعجاب كذلك. اتمنى من عندكم ان تشوفون دائما صندوق الوصف، لان هي خير مثال من مجموعة اغاني لكل مقام، حتى تقدر انه تتعرف على اي اغنية عندما تسمعها تعرفها من مقام الفلاني او من مقام النهاوند او من مقام العجم. تحياتكم وشكرا، واتمنى اشوفكم خير ان شاء الله. زياد هادي، السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.